من الممارسات الجميلة في شهر رمضان التوزيع الرمضاني للأطعمة. جميل أن يأتي الأب مع أبنائه ويذهب معهم ليوم واحد فقط ليشارك الفقراء والمساكين في المسجد، في الإفطار، في توزيع الصدقات. جميل أن الأب يخرج مع أبنائه الأولاد وصغارهم لتوزيع الإفطار على الناس في الشوارع قبل لحظات المغرب. هذه أعمال عظيمة، فيها تعزيز المسؤولية الاجتماعية، فيها إفطار صائم، فيها تحصيل الأجر العظيم الذي يعطيه المولى عز وجل لهؤلاء الصائمين. أكثروا من هذه الأعمال الرمضانية بين أفرادكم.